مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو قد جمعت لكم بعض النظريات الخطيرة حول خطة عملاق التلفاز، وبشكل عام ما الذي سيحدث في حال تقاتل عملاق التلفاز مع الجاجرنوت؟ هل سنرى أسطولا من عملاء الإسبكر المتطورين سيعملون على مساعدة عملاق التلفاز، أم سنرى كل من عملاق الإسبكر والعم جيمي ينقذون الموقف؟ أيضا سوف أوضح لكم ما الذي كان يقصده عملاق التلفاز عندما قال للأسترو بأنه لا يمكنه أن يقتل الموت، وكل ذلك وأكثر سوف نكتشفه في هذا الفيديو، لذلك أنصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والنظريات الغامضة. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من متابعين السلسلة. أخيرا لايك للفيديو، ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسناً، دعونا نعاود مراجعة حلقة خطة عملاق التلفاز، حيث قد ذكر التلفاز العالم معلومة مهمة جداً أثناء حواره مع عملاق التلفاز، وهو أن عملاء الإسبيكر كانوا يعيدون أنفسهم طوال هذا الوقت وسوف يتعاملون مع الأسترو. وبالنظر إلى الطريقة والثقة التي كان يتحدث بها العالم، نستطيع القول بأن عملاء الإسبيكر يعيدون أسطولاً حربياً بلا منازع. وفي حالة لم تكن تعلم ما الفرق بين السوات والأسطول، فالأسطول هو عدد كبير من القوات الخاصة مجهزة بالمعدات الحديثة والثقيلة الذين يعملون بشكل منسق ومدروس، مما يعني أننا من المحتمل جدا أن نرى تحسينات في عملاء الإسبيكر والإسبيكر العنكبوت ورجال الإسبيكر الضخام وأيضا طائرات الإسبيكر. واثق أنها سوف تتفوق على التطورات الجديدة التي حصلوا عليها رجال الكاميرات، لكن هذا كان واضحا بالفعل للجميع. لذا سألت سؤالا آخر، متى بالضبط سنراهم؟ وبعد مراجعة الحلقات السابقة توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا سيحدث في الحلقة 77. ونعم، لقد سمعتني بشكل صحيح، من المحتمل جدا أننا سنرى عملاء الإسبيكر 3.0 في الحلقة القادمة، ولكن لكي أثبت لكم ذلك فإليك بعض الأدلة لدعم هذه النظرية. لنبدأ بدليل الأول، وهو أنه في جميع أجزاء الحلقة 77 كان يكشف لنا دافوك بوم عن التقنيات الجديدة لكل تحالف. على سبيل المثال في البارت رأينا التطورات الجديدة لفرقة جيمان بتقنية الأسترو، وفي البارت الثاني أظهر لنا التطورات الجديدة لتحالف الكاميرات، وفي البارت الثالث كما خمنتم رأينا التطورات الجديدة لعملاء التلفاز بتقنية الأسترو أيضا، حيث قد حصل رجل التلفاز الضخم على مخالب الأسترو والمرأة الكاميرا على جوهر طاقة تخزين فيها طاقتها الكبيرة. فأعتقد أنه ليس من الصعب أن نخمين أن التحالف التالي يجب أن يكون عملاء الإسبيكر. وبنظر إلى المدة التي غابوها والتطورات التي حصلوا عليها كل تحالف، فتستطيع القول بأن التطور الجديد من رجال الإسبيكر 3.0 سوف يكون الأقوى بين التحالفات، ولكن هذه مجرد نظريات، لذلك أخبروني بنظرياتكم أنتم تحت في التعليقات. ولكن الدليل الثاني هو الأكثر وضوحاً، فكما نتذكر قبل إصدار البارت الثاني حتى فقد أجاب دافوك بوم عن أسئلة بعض المتابعين في الديسكورد، حيث قد سأله أحد المتابعين إذا كنا سنرى المرأة الإسبيكر بتطورات جديدة قريباً، وقد أجاب دافوك بوم برفع إبهامه إلى فوق، أي بمعنى أن هذا سيحدث قريباً. ولو تلاحظون فإن تطور المرأة الإسبيكر في الحلقة القادمة سوف يتوافق أيضاً مع تطور المرأة الكاميرا في البارت الثاني وتطور المرأة التلفاز في البارت الثالث، فنستطيع أن نستنتج أن التطور القادم سوف يكون للمرأة الإسبيكر. ولكن مما لا شك فيه هو أن دافوك بوم سوف يخصص جزائية من الحلقة ستركز على العمالقة، لأنه قد رأينا في الحلقة السابقة معركة ملحمية سوف تقع بين عملاق التلفاز والجاجرنوت، وهنالك احتمال كبير لظهور عملاق الإسبيكر أيضا العم جيمي. لذلك من الصعب علينا أن نستنتج مسار الحلقة في الوقت الحالي، وكما رأينا فإن رجال التلفاز نقلوا عملاء الكاميرات عن بعد في الحلقة السابقة على الرغم من أنهم تطوروا بشكل جيد. فهل هذه إشارة أن عملاء الإسبيكر سيكونون أقوياء بما يكفي لمساعدة عملاق التلفاز في معركته ضد الجاجرنوت لوحدهم؟ ولا تستهينوا بقوة العملاء العاديين في كل تحالف، فلو تتذكرون في الحلقة 73 قد استعان جيمان باتباعه الصغار لمساعدته ضد العمالقة الثلاثة، ولولاهم أراهن أنه كان سوف يكون في عداد الأموات الآن. وهذا يعني أن العملاء العاديين سيكونون ذو فائدة كبيرة إذا تم توجيههم بشكل صحيح. وكما تعلمون أن عملاق التلفاز قد قال الكثير من العبارات في الحلقة السابقة، ولكن كانت هناك عبارة واحدة في تلك الحلقة تجعلك تتساءل عن أصل عملاء التلفاز ومن أين جاءوا، حيث في الجزء الثالث من الحلقة 77
بينما كان عملاق التلفاز يهاجم الأسترو ويقول له العديد من الكلمات. قد قال له أيضا: لا يمكنك قتل الموت. وفي تحليلي للحلقة قد قلت أنه ربما يريد أن يبين لنا مدى قوته وخطورة العبث معه، ولكن مع بعض التأمل قد تبين لي معنى أعمق من ذلك بكثير، وهو ربما أن عملاق التلفاز أصبح يتذكر ماضيه الآن، وأنه قد كان في يوم من الأيام بشري عادي، ولكنه قد مات عند غزو المراحيض للأرض وتم نقل وعيه داخل هذا الروبوت، وذلك بسبب أن لديه دوافع شخصية للعيش. وهذه الدوافع تكون مثل أنه ربما قد رأى جميع أفراد عائلته يموتون أمام عينه وقرر العيش للانتقام من أجلهم. ولكن كما أخبرتكم هذه مجرد نظريات، لذلك أخبروني بنظرياتكم أنتم تحت في التعليقات. ولكي لا تفوتكم أي من التحديثات والنظريات الجديدة حول السلسلة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والأهم تفعيل زر الجرس. أخيرا لايك للفيديو، وسلام عليكم.